استاذ جمال، تعليق حضرتك على المؤتمر بشكل عام وعلى الكلمه اللي الكابتن محمود الخطيب ركز فيها على اعاده الحسابات بالنسبه لمنظومه كره القدم المصريه. تمام، هو طبعا نمره واحد التنظيم، يمكن الكل احنا شفنا المنظر العام للمؤتمر، شيء مش غريب على النادي الاهلي، وهو بيتكرر بنفس النجاح. يعني حتى المؤتمرين اللي عقدوا قبل كده برضو عشان اتصالات وبنك ابو ظبي كانوا على اعلى مستوى. بالنسبه للكلمه اللي القاها الكابتن محمود الخطيب، كان جميل جدا جدا ان هو يبدا قبل ان يدخل في مجال الحديث عن المؤتمر والشراكه مع شركه جي ال سي، ان هو بدا بتهنئه، يعني ربط الاحداث، تهنئه قطر على التنظيم، وتهنئه منتخب المغرب على المستوى الرائع اللي وصلوا ليه او اللي قدموه خلال هذه البطوله، ونتمنى لهم ان شاء الله المزيد. يعني اعتقد ان الحلم ما بقاش بعيد حقيقي، يعني بناء على اداء المنتخب المغربي. ثانيا، الربط بين ما تم من نجاح في كأس العالم اللي نظمت في قطر مع انعكاسها على الأوضاع الداخلية في الرياضة المصرية. طبعا 100% هي صورة واضحة للنجاح، وإزاي أنت لازم تستفيد من هذا النجاح، ونبطل شوية حاجات كتير إحنا بنعملها وبنبوظ بيها شغلنا. يعني مثلا من ضمن، أنا أقول على سبيل المثال، احنا عاملين هيصه جامده جدا على فيتوريا وهيعمل وهيكسر الدنيا، وناسيين انه كاس العالم القادمه هتكون 9 منتخبات من افريقيا، 9 وتلت، يعني في تلت كمان، في مقعد كده متوزع على كذا قاره، متوزع على كذا قاره. فعايز اقول اذا لم ننجح في اننا نبقى ضمن افضل 9 أو 10 منتخبات افريقيه، لا مشكله كبيره. فيعني ده يرد كمان على بعض الوعود الضعيفة من جانب اتحاد الكرة المصري وفيتوريا، ان والله هنحاول. لا، مش هنحاول، انت مش قاعد عشان توعدنا وعود كاذبة. يعني فنرجع لكلمة الكابتن الخطيب، اعتقد ان هي اعطت الحقوق الى اصحابها، سواء بالنسبة لمنتخب قطر، منتخب المغرب، او بالنسبة لدولة قطر في هذا التنظيم المبهر، اللي هو يمكن لأول مرة تقام في دولة صغيرة الحجم، لكن النجاح كان واضح جدا وتجربة جديدة. يمكن البطولة القادمة هتقام في 3 دول عملاقة، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. صحيح. لا، أعتقد التجربة الأخيرة دي تجربة ناجحة جدا في استضافة كأس العالم، لدرجة أن زملائنا اللي هناك والجمهور بيقول لك احنا بنتفرج على كل الماتشات. يعني بيخرج من الماتش ده ياخد المترو ويطلع الماتش التاني. انت لو في ماتشين في توقيت واحد تحضر هنا شوط وهنا شوط. يعني شيء برضو تجربه جديده يعني في هذا المجال، واحنا سعداء بيها جدا، لانه في النهايه المتفوق هنا دوله عربيه شقيقه، وايضا النجاح اللي عامله منتخب المغرب من دوله عربيه شقيقه، اتوقع ان شاء الله انها تستمر كمان باذن الله.